سي سلمان برمضان السي سي اس في ثاني مباراة للمدرب الجديد، كان العام الفارط يخسر في الكاس، كيفاش مش تتعاملوا انتم كمسؤولين وسط الجروب على مش نحكيوا على الناحية الذهنية بالنسبة للاعبين والإطار الفني كذلك؟ شوف الناحية الذهنية هم اليوم ما كانوش حاضرين ذهنية، احنا كنا حضرنا وحكينا معهم البارح وقت البارح، الاولاد راهو تروح مش ساهل، راهو عاملين خرجنا في ظروف كيما هكا هذا كل شيء، بقينا برشا ملاعبين اليوم ظهرت مونتالمون مازال مخها في سيدي بوزيد ما يعرفوش اليوم احنا ونا تورني لاباج وتعدينا لقاء اخر، واليوم هاك شفتوا دفعنا الثمن غالي برشا انسحاب في الكاس، تخلينا نراجعوا برشا حسابات وباش ننظروا في برشا امور مثل الرصيد البشري وباش نراجعوا حساباتنا الكل. سلمان انت تو حكيت على الافكتيف في البارتي هذه في السي سي اس، فما 6 تغييرات ولا 5 تغييرات تشكيل الاساسيه بين بارتي نهار الاحد وبارتي نهار الاربعاء، هنا اشكال حسب راي الجميع. هو مش اشكال، الممرن عنده افكتيف يلزمو تو يتعرف على الافكتيف نتاعو، الجمعه اللي فاتت كان لعب بتشكيله، اليوم 4 5 تغييرات سي نورمال، نهار السبت نلعبوا بتشكيله اخرى، يعني كل 3 ايام تلعب بمقابله، تعرف نهار السبت انتظر فينا مقابله لك باش تكون على الترتون، اصابات وهذا كل شيء، دونك سي نورمال. حسين بن علي اصيب في لقاء سيدي بوزيد، اليوم موش في التشكيله، فما بعض التغييرات وترتيح ملاعبيه، بون كانوا اليوم يجموا يربحوا. انا صدقني ما عرفتش ليكيب نتاعي اليوم، مونتالمون ما كانوش حاضرين، نحكي حقيقه مونتالمون ليكيب ما كانتش حاضره، بقينا هذه خساره ماش باش تعدى بالسهل، باش نعرفوا باش نحكيو معاهم توا، وباش كيما قلت لك باش نراجعوا برشا حساباتنا باش نجموا نوصلوا للهدف اللي حاجتنا به. انا حسب ما قلت مش راجعوا برشا حساباتنا، يعني دي ممكن فما ملاعبيه اكدوا مغادرتهم سي سي مباراه اليوم. لا مازلت مانيش باش نحكي في المغادره، لكن اللي ماهوش باش يفيق وماهوش باش يدافع كما يلزم على حظوظ الفريق سي نورمال في ديسمبر باش يغادر، احنا ما احناش هكاك باش نخليو اي لاعب باش يغادر، لا احنا توا عطينا فرصه للعبيد الكل باش تلعب، لكن يلزمك تثبت جدارتك بالانتماء الى النادي الرياضي الصفاقسي، الفو ديفوندر لي كولور دو كلوب، سينو ديسمبر جاء وكل واحد يعرف ما يصلح به بعض.